طيب أقرأ عليك تصريحات وزير الخارجية وزير الدفاع الروسي شويغو الذي تحدث بأنه تم فتح الاتصالات البرية من أراضي روسيا على طول البر الرئيسي إلى شبه جزيرة القرم، مضيفا الوزير أنه تم أيضا تهيئة الظروف اللازمة لاستئناف حركة القطارات بين روسيا والدنباس وأوكرانيا وشبه جزيرة القرم في 6 أجزاء من خطوط السكك الحديدية، فيما بدأت أيضا بالفعل إيصال الشحنات إلى ماريوبول وأيضا خيرسون ومدن أخرى في الجنوب الأوكراني. هذا ما فهم عسكريا من خبراء عسكريين سيد سمير باستكمال للمرحلة الثانية من الحرب، هل بالفعل الأمر كذلك؟ صحيح، يعني منطقة خيرسون هي المنطقة الجغرافية الرابطة بين شبه جزيرة القرم وأراضي جمهوريتي دانيسك ولوغانسك، وهذا ما كانت تريده روسيا منذ البداية. أنا أذكر يعني أن نظام أوكرانيا حاصر منطقة شبه جزيرة القرم لمدة 4 أو 5 سنوات عندما قطع المياه عنها وأغلق قناة المياه الوحيدة التي تروي أراضيها. هذا اضطر روسيا إلى القيام بهذه العملية، وأولى نتائجها كانت إعادة المياه إلى هذه المنطقة. إذن يعني أهداف العملية ليست فقط عسكرية وإنما أيضا إنمائية واقتصادية وإنسانية. يعني كيف لنظام إذا كان هو يعتبر أن شبه جزيرة القرم جزء من أوكرانيا كما يدعي وأن سكان هذه المناطق هم أوكرانيين، فلماذا قطع المياه؟ يعني المياه لا أعتقد أن روسيا تستفيد من المياه بقدر ما يستفيد يعني المواطن الذي يعيش في شبه جزيرة القرم. هذا يؤكد أن النظام المركزي في كييف لا يكترث لا بالسكان المدنيين كانوا في شبه جزيرة القرم أو في الأقاليم الشرقية. ولكن السؤال هنا سيد